احنا توقعنا انه خلص يعني فقدنا الحياه. نشكر الله قدرنا بعد ما طلعنا حفايا من بيوتنا. انا من الناس المحظوظين اللي عندي سياره، فقدرت اخذ عائلتي ونمشي فيها، يعني نبعد شوي عن المصدر، عن ناخذ منطقه فاضيه، منطقه فلا. صرنا يومين نايمين بالسياره. كثير مزعج الشعور. الولد لهلا ما متاقلم على الوضع، ما عم بيخلينا نرجع على بيتنا، مع العلم المستحيل نرجع على البيت، في تشققات، في تصدعات بالجدران، وضع كثير محرج. كل المحلات الناس فرش الارض، اللي زاد الطين بله هو المطر والبرد اللي صار. ما عم نعرف نحكي، نشكر الله بس على كل شيء، والله يمرق، لانه ما خلصت القصه، لانه الزلازل لسه عم تتكرر، الارتداديات، مجرد انه نحن لحالنا واقفين عم نحس انه نحن عم نرج. نشكر الله، شكرا لكم.